أينما كنتم، وحلقة جديدة وضيف جديد من برنامج العراب. ضيفي لهذا الأسبوع مدير عام الطب الرياضي والعلاج الطبيعي في وزارة الشباب والرياضة ورئيس اللجنة العراقية لمكافحة المنشطات وعضو أو ممثل عن العراق في إقليم غربي آسيا لمكافحة المنشطات الدكتور حيدر رحيم وهاب. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في دائرتكم دائرة الطب الرياضي. الله يحفظك دكتور. احنا اليوم يعني ارتينا انه نخلي الحلقة مالتنا مختلفة او مميزة جهد الامكان، ونسلط الضوء على الطب الرياضي لما يحمله من أهمية قصوى لخدمة الرياضة العراقية وكرة القدم والرياضة العراقية بصورة عامة. فاليوم احنا هنا يمك، اليوم نريد نسمع من عندك الطب الرياضي شلون دا يتعامل ويا الرياضات بصورة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكادر العراقية الرياضية في دائرتكم دائرة الطب الرياضي. دائرة الطب الرياضي من الدوائر العامة في وزارة الشباب والرياضة، تقع عليها مسؤولية تقديم الخدمات الطبية العلاجية والصحية للرياضيين في اتحاداتنا الرياضية ومؤسساتنا الرياضية كافة. كذلك تقع عليه مسؤولية رفد هذه المؤسسات قدر المستطاع من الملاكات الطبية في حال مشاركتهم في مشاركات رياضية خارجية أو داخلية ومحافل رياضية. كذلك أيضا لدينا مسؤولية رسم خطة توعوية سنوية نستهدف بها الشباب باعتبار وزارتنا وزارة الشباب والرياضة. تتضمن هذه الخطة لمشاكل صحية يعاني منها الشباب من أمراض انتقالية والتدخين والإدمان، وكذلك الملف المهم والأهم في دائرتنا هو ملف مكافحة المنشطات الرياضية. هسه احنا هاي مال المنشطات الرياضيه عندنا يعني مخليلها محور كامل انه نتحدث بهذا الشان. اليوم احنا نريد نعرف انتم طريقه دوركم وتعاملكم مع الانديه الرياضيه. نعم. المنتخبات شلون هذا راح يكون؟ يعني البعض يقول انه مثلا موضوع الطب الرياضي في منطقه مظلمه او يعني ما مسلطين الضوء عليها، واحنا ما نعرف الاليه بين المنتخب وبين الطب الرياضي وبين الانديه شلون ماشيه. ممكن انه تحدثنا عن هذا الشيء؟ تمام استاذ محمد، الملف الطب الرياضي من الملفات المهمه والداعمه للرياضه في كل العالم، وهذا التخصص مهم جدا ومتواجد بشكل يعني يرتقي الى مستويات التطور المستمر باعتبار الرياضه اصبحت شيء مهم للمجتمعات. فملف الطبي باتجاه الرياضه ملف مهم جدا. مؤسساتنا الرياضيه احنا نتعامل وياها بحالنا حال اي مؤسسه طبيه تقدم خدمات من خلال المراجعه. يعني اي رياضي في اي اتحاد او مؤسسه رياضيه او نادي من حقه يراجع دار الطب الرياضي لتقديم الخدمات الطبيه له. يعني انتم يختصر عملكم انه مو ميداني داخل هذا المركز يعني؟ تمام، ميداني متى ما كان هناك طلب من المؤسسات الرياضيه برفتها بملاكات طبيه في حال مشاركتها ببطولات داخليه او مشاركه بطولات خارجيه يكون يعني حال دعم لهم بهذا المجال. زين دكتور، انتم عائديتكم لمنو؟ انتم وزاره الشباب والرياضه؟ تمام. وزارة الصحة اثنيناتهم يعني هسه اللي أنا يعني مفتهمة أنه أنتوا على وزارة الشباب والرياضة فقط. زين أنتوا يعني بالنهاية يعني أطباء وهذا الموضوع يعني مرتبط بوزارة الصحة المفروض يكون، فبنعرف الآلية شلون ماشية. حقيقة بعد 2003 أعتقد المشرع وضع دائرة الطب الرياضي أو الخدمة الطبية للرياضيين من خلال وزارة الشباب والرياضة. سابقا كان مركز طبي تابع الى دوائر صحة بغداد يقدم الخدمات الطبية للرياضيين، يسمى مركز الطب الرياضي في بغداد، هو حاليا هذا هي البناية الموجودة حاليا بس في بغداد عندكم؟ في بغداد فقط. تماما. بعد 2003 ويعني بالدقة بعد اقرار قانون وزارة الشباب والرياضة ضمنت دائرة عامة للطب الرياضي حقيقة تكليفي على ادارتها، فأصبحنا ملزمين أن نرسم لها سياسة عمل لتطويرها بامتلاك بنى تحتية وملاكات. فبدينا نرسم أنه نخصص قطعة أرض لبناء مراكز طبية في المحافظات، في كل محافظة مركز طبي، وبناء مستشفى في بغداد وضعناها على الورق تماما. هذا قبل يعني الأزمة المالية بال 2014، يعني تحديدنا 2012-2011. فبدأنا نعمل على هالأساس هذا، وكانت الرؤية المركزية من وزارة الشباب والرياضة أنه نحاول على المستقبل القريب أنه نوفر ملاكات من خلال التعاون مع وزارة الصحة.
من خلال التنسيب أو النقل أو أي آلية أخرى بهذا الدعم أو تعيين. دكتور يعني نعم. هاي أنت قلت أنه إحنا وضعناها على الورق، زين اليوم صار 7 سنوات تمام. من وضعتوها على الورق نعم. للآن ما تنفذ من عندها شيء، تنفذ من عندها شيء، رزت لها فد ميزانية معينة، شون يعني أمن الموضوع نسيت؟ لا لا أبدا ما نسى، لكن بعد 2014 الأزمة المالية اللي صارت وتغيير الرؤية الحكومية باتجاه الخدمة المقدمة للمواطن من خلال إيرادات أو غيرها، أصبحت هذه المشاريع ما أخذت الأولوية. كانت هناك مشاريع ملاعب وقاعات كانت بادين بها فأخذت الأولوية بالنسبة لتخصيص الأموال. بال 2019 السيد الوزير السابق شرع بإنشاء المستشفى، فيمكن حضرتك أول ما جيت شفتها اللي هي قريبة على الدائرة مالتنا في المراحل الأولى بإنشائها. يعني شقد الفترة ممكن أنه تنتهي؟ يعني المؤمن أنه تنتهي بشهر الثالث 2021 يتكمل المستشفى 2021. أنت في نظرك نعم. يعني كنا احنا شايفين شلون يتم بناء احنا داخل العراق، برأيك راح تخلص بهذا الموعد؟ يعني تشوف انه اكو همة بالعمل؟ والله العمل يعني لا لا امانة كمشروع هندسي يعني كبنى تحتية هندسية العمل مستمر، واني دائما الاحظهم قريب مبيتي، حتى مبيتي عليهم قريب انه حتى شفتات ليلية يشتغلون كشركة. لكن تدري مسألة المستشفى بها مفردات الانهاءات هي تكون اصعب، اللي هي التأثيث والاجهزة وغير هذه ممكن تكون. نتأمل إن شاء الله يعني الأخبار أنه الشركة جادة بإكمالها بالموعد المحدد. إيش الشركة؟ عراقية؟ الشركة أعتقد ألمانية. الموضوع هو كله الدائرة الهندسية في وزارتنا، يعني أنا كجهة مستفيدة لكن الجهة المشرفة هي الدائرة الهندسية في وزارتنا. دكتور خلينا بما أنه أنت ذكرت الأجهزة، موضوع الأجهزة، هذا المركز هنا شنو الخدمات اللي يقدمها للاعبين؟ عندكم أجهزة حديثة أم الأجهزة اللي عندكم يعني هي نفس الأجهزة اللي موجودة بكل المستشفيات؟ شلون طريقة استقبالكم للمرضى؟ تستقبلون بس اللاعبين أم تستقبلون مواطنين عاديين؟ للأمانة أستاذ محمد أنه دائرة الطب الرياضي لقلة ملاكاتها الطبية والصحية، لكن هذه الملاكات خلينا داخلك إحنا نعم. كم عددكم؟ كم شقد عندك أطباء؟ شقد عندك يعني معالجين؟ شنو اللي عندكم؟ الأطباء 4 أطباء، 2 حاصلين على شهادة عليا و2 ممارسين لفرع المفاصل والكسور. 4 أطباء. هاي بالنسبة للأطباء يعني البشريين، والأطباء الأسنان عندنا 3 في وحدة الأسنان. ما موجود من ملاكات أصبحت ذات خبرة بالتعامل مع الإصابات الرياضية بمرافقتهم الدائمة للفرق الرياضية والمحافل الرياضية، وأيضا هم تمثيلهم رسمي ببعض المنتخبات الوطنية بعض أطبائنا. على قلة عددهم لكن صاحبين خبرة، ونقدم قدر المستطاع الخدمة للمستفيد. تقريبا يراجعنا باليوم الواحد 100 مراجع باعتبار مركز تخصصي، ولدينا معالجين أصحاب خبرة في العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية، لدينا أجهزة يعني تقريبا متكاملة للعلاج الطبيعي، لجلسات العلاج الطبيعي. علاجنا فقط تحفظي غير جراحي لعدم امتلاكنا لمؤسسة كأن يكون مستشفى أو مركز فعلي تخصصي لتطوير الخدمة باتجاه الجراحة، وكذلك تحدياتنا قلة الكادر بهذا المجال. زين دكتور على ما موجود أستاذ محمد من ملاكات جاي تقدم ما عليها من خدمة، لكن صراحة هل هو هذا المتأمل بهذا الملف؟ أكيد لدينا يعني رؤى ولدينا يعني خطة مستقبلية. طيب نسعى لتغيير. خلي قبل أن نحكي نعم. على الرؤى اللي أعتقد أنه تحدثنا بها قبل الحلقة، أريد أعرف شغلة واحدة، 100 اللي دا يراجعوكم رياضيين أم من عامة الناس؟ ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول رياضي اللي هي منتخباتنا أو مؤسساتنا الرياضية القريبة لسهولة الوصول ووجود القاعات، يراجعنا تقريبا حدود 30% منهم، و30 من ملاكات وزارتنا وهم أيضا رياضيين بعضهم،
و 30% للمواطنين العاديين اللي عندهم اصابات شبيهه بالاصابات الرياضيه نقدم لهم خدمه. طيب هذا شيء جيد، معناها انه انتم يعني تعطون اكثر ما عندكم، رغم انه انت ما عندك اطباء، هو يعني مجموع الاطباء اللي موجودين هم 7 اعتقد، 3 اسنان و4 الاسنان تزيد، يعني التخصص يختلف تماما عن الموضوع، هو حاله داعمه للرياضه ايضا، لكن الثقل الاكبر على الاطباء الاربعه اللي هم يعني مختصين بالعلاج الطبيعي. زين دكتور، هواي ناس يقول لك يعني من الرياضيين، خلينا نحكي بموضوع تخصصي انه خصص للرياضيين لان هي الحلقه بالنتيجه على هالاساس، هذا يقول لك احنا من نجي للمستشفى الراجع حالنا حال بقيه كل الناس، يعني ما راح نختلف اي شيء، يعني انا مثلا اذا اروح لاي مستشفى راح يعاملوني نفس المعامله اللي راح اتعامل بها بالطب الرياضي، فانت رايك بالموضوع هذا شنو؟ تمام. تدري احنا مؤسسه حكوميه تتبع منظومه حكوميه عامله وفق قوانين. السياسة العمل اللي عندنا لا تختلف عن وزارة الصحة بطريقة استقبال المراجع وقطع تذكرة المراجعة ومراجعة الطبيب ثم نصح الطبيب إلى المراجع أنه يذهب إلى الأشعة أو المختبر أو أي إجراء فحوصات ثم العودة إلى الطبيب لاتخاذ الإجراء اللازم من خلال تحويله إلى القسم شعبة العلاج الطبيعي أو عطاء شيء من الدواء الخاص بحالته المرضية. فبالعكس الرياضة إلى الأولوية بتعاملنا وياه، وأكيدا يعني أكثر مشاركة أطبائنا مع الفرق الرياضية أعطاهم فتح حال تواصل اللي يحث الرياضيين أن يجون من خلال أطبائهم، يعني دكتور بدران أو دكتور سعادة أو دكتور غالب هم ناس معروفين بالوسط الرياضي، فالرياضيين من يراجع على هذا الأساس أنه أكفت حالة تواصل وود ومعرفة مع أطبائنا. زين دكتور، يعني ما معناها أنه تعاملكم طبيعي مع الجميع، يعني ما تعاملهم في المعاملة خاصة، أنه كرياضيين تعاملهم معاملة خاصة عندكم من هالجانب هذا؟ يعني بعض يقول لك، يقول حتى هم يعني مثلا الرياضيين بيناتهم مثلا من يحشون يقول لك من يروح لهم اسم يهتمون به، ومن يروح لهم لاعب ما معروف حال العبرية على قولتي. لا لا يعني أبدا، الأخلاق الطبية تحتم علينا أن نقدم الخدمة الطبية لأي إنسان في بالتساوي، بتدري يعني هي أمانة علمية، يعني الواجب على كل طبيب على كل مقدم خدمة طبية حتى المعالجين أو أي مستوى وظيفي بهذا المجال يجب أن يكون بأمانة يتعامل مع الكل في نفس الحال، يعني ما عندنا شخصا الموضوع، وبالعكس مفخرة أنه نكون حالة داعمة لرياضينا وخاصة رياضينا الأبطال وخاصة يعني الاتحادات القريبة علينا، يعني في تواصل مستمر لرياضيهم. زين يعني دكتور، يعني أكو فد موضوع أضحك عليه، أنه أول ما أجينا دخلنا يعني ما كنت أتخيل، أنا بصراحة أول مرة أدخل هذا المكان مش تتخيل انه المكان راح اشوفه بهالطريقه هاي، يعني كانه اي دائره من دوائر الدوله ولا يوحي انه هذا مركز طبي. برايك ما السبب؟ يعني اكو اهتمام معين من وزاره الشباب والرياضه بهذا الجانب، بما انه انتم تابعين لهم دعموكم في جانب معين؟ سياده الوزير عدنان اجى زار المركز، فريد نعرف من عندك يعني. تدري الخدمة الطبية تعتمد على ثلاث ركائز، الركيزة الأولى هي البنى التحتية والملاكات ذات خبرة والمستلزمات قابلة التحديث. هذه الركائز الثلاثة يجب أن تعمل عليها الإدارة في هذا الموضوع حتى تستمر الخدمة الطبية. وزارة الشباب والرياضة قانونها بال 2012 تضمن دائرة الطب الرياضي. فاجيت على رئيس هذه الدائرة أمتلك فقط هذا المركز اللي هو أعيد بصراحة أعيد ترميمه وصيانته من خلال شركة، يعني اجيت مكملين بمفردات كلش رديئة، وين تلاحظوها 2011-2012، فنمتلك بنى تحتية فقط هذا المكان، واجينا نرسم مثل ما تحدثت قبل قليل انه على المحاضرات انه ممكن نمتلك حداثه لبنى تحتيه تليق بهذا الملف. ويمكن قلت لك انه بعد 2014 ممكن الرؤيه تغيرت لوجود ازمه ماليه. اللي نمتلكه هو هذه البنايه فقط. نمتلك اجهزه طبيه متطوره، حالنا حال الصحه، بل بعض الاجهزه ممكن نمتلكها افضل. ونمتلك ملاكات طبيه قليله لهذا الموضوع.
بحثنا انه مع وزاره الصحه بالحصول على تنسيب لاطباء، وحقيقه ايضا هم يشكون من قله الاطباء. ذهبنا الى وزاره التعليم العالي اكثر مره لايجاد فرص دراسات عليا للطب الرياضي. العراق كله ما بي اختصاص طب رياضي، سبورت ميديسن سبيشالتي ما موجود. يعني طلبنا اكثر من مخاطبه من خلال السيد الوزير السابق والحالي لايجاد فرص لزمالات دراسيه داخل العراق وخارج العراق للحصول على طبانا اللي خريجوا كليه الطب ان يحصلوا على هذا. هذا هو الامل الاساسي، بانه من خلال الطبيب اللي مختص تحصل على هيكل هرمي للخدمه الطبيه. زين دكتور، شنو السبب؟ شنو المنع انه مت؟ ما كانت يعني حقيقه ما كانت استجابه ايجابيه للموضوع. يعني شنو العذر؟ حقيقه ما اعرف، يعني ما عندي. انا اللي واجبي انه اني افاتح السيد الوزير، والسيد الوزير فاتح الجهات المعنيه، وكانت الاستجابه يعني تعذر بعض الجامعات من هذا التخصص، رسم مستقبلي وبقت بهالادوار هذه. هو المضرر الوحيد هو اللاعب، المضرر الوحيد هو هذا الملف اللي حقيقه المفروض يرتقي مع الرياضه، يعني يرتقي مع الرياضه. استاذ محمد، يمكن قلتها قبل البرنامج واقولها وانا مسؤول عنها، انه المشرع من خلى الخدمه الطبيه للرياضي في وزاره الشباب والرياضه هذا خطا كبير، يعني باعتبار حاليا نفتقد التعزيز والتقييم لهذا الملف. يعني عندنا تحديات انه بنقدم خدمه ما عندنا تقييم وتعزيز مثل ما موجود دوائر الصحه العامه في وزاره الصحه. يعني من عندي نقص يصير بالملاكات ما حد يقدر يعززني به، لان انا ما تابع وزاره الصحه، فوزاره الصحه هي بمعنى انه يلا قادره على انه تعزز مؤسساتها الصحيه بهذا الملف. الاولى انه هذا الملف يرجع الى وزاره الصحه كملف خدمه طبيه. الخدمه الطبيه للرياضي ما عادت هي اصابات رياضيه. حتى المؤسسات الرياضيه الدوليه الفيفا او غيرها اصبحت تهتم بحالات الطوارئ والكوارث اللي تحدث بالتجمعات البشريه الرياضيه اكثر ما تهتم او يعني تكون لها اولويه من الاصابات الرياضيه. لانه اعمال الشغب تمام. اي بالضبط، لانه غادروا هاي المساحه اللي احنا قاعد نحكي عليها. تمام. مراكز تخصصيه ومستشفيات جراحيه والى اخره. يعني سيطروا من هالجانب هذا، فراحوا يهتمون بالجانب الاخر، جانب الجمهور وسلامه الجمهور والى اخره. احنا ما نمنع انه المؤسسات، اي مؤسسه طبيه تكون على حساب الخاص استثماريه او برايفت هوسبيتالز، تاخذ هذا الملف تقدمه حاله حال مؤسساتنا الطبيه، مستشفى النسائيه. مستشفى تنصح بالاستثمار بهالمجال هذا؟ لا باس، بالنسبه لا باس، يعني بالعكس هو هذا ما معمول به بالعالم. اجي احد طرح عليك فكره الاستثمار انه يستثمر هذا المركز ويرجع يعيده من جديد؟ كانت اكو محاولات بال 2015 بفتره احد الوزراء السابقين، اجت شركه زارت، لكن يعني الظاهر يعني المبنى ما كان ملائم لهذا الموضوع فتراجع. هم ما عندهم علم انه انتم راح تسوون مستشفى؟ يعني ممكن انه يقول لك لا كانت متوقفه. كانت متوقفه حقيقه. واحده من يعني الرؤى المستقبليه اداره المستشفى هذه تكون ممكن بطريق الاستثمار، وهو الانجح. يعني دكتور، يعني هسه خلينا في موضوع المستشفى والاستثمار. يعني انت هسه الان تقول اذا احنا رحنا الموضوعات الاستثمار ممكن يكون الموضوع مجدي اكثر. زين، هذا المستثمر من يجي يستثمر ويسوي مستشفى، اجهزه حديثه، رعايه طبيه صحيحه، اطباء متخصصين في الطب الرياضي، هذا باشر هم يريد يطلع فلوسه. زين، هاي المبالغ اللي راح يفرضها على اللاعبين راح تكون على الوزاره، راح تكون على منهم؟ استاذ محمد، حاليا احنا عندنا لجنه من مدراء عامين من الوزاره ندرس مستقبلية إدارة هذه المستشفى. حقيقة يعني عندنا أكثر مقترح، كل مقترح بتحديات. المقترح الأول أنه يدار بالطريقة الحكومية مثل ما موجود مؤسسات الصحة، وزارة الصحة، وبتحديات أيضا. هذا لازم نمتلك ملاكات تنسب من الصحة، أو نخصص مبالغ بالموازنة لتعيين ملاكات طبية. هذا مقترح. المقترح الثاني شراكة بالتشغيل مع مؤسسة معروفة، أيضا إحدى المؤسسات الموجودة بالعراق. نقترح أنه ممكن شراكة بالتشغيل
للفائده. قاعدين في بالكم مؤسسه؟ اكو مؤسسه يعني اكو بحال دراسه الموضوع يعني. تدري الخدمه الطبيه نحتاج لها انه ترتقي الى مستوى الحداثه ما يليق بالرياضه. يعني ما نريدها مستشفى تقدم خدماتها يعني بشكل عام وما بها فد نوع من التطوير والحداثه. وهذا الموضوع اللي نشوفه ناجح بالعالم هو حقيقه اكثر شيء بطريقه الاستثمار، التشغيل او الاستثمار. نفكر ايضا بالاستثمار الكامل يعني. ممكن ايضا هذا مقترح يدرس انه نعطي المستشفى الى مستثمر ونأمل أن المستثمر يكون عنده يعني خبرة بهذا المجال بالعمل وكاسم معروف بهذا المجال حتى يبقى يحافظ على اسمه بنوع تقديم الخدمة الطبية. يبقى أكيد التحدي نروح دائما نروح باتجاه جباية الأموال والاستثمار راح نحصل على خدمة عالية المستوى، لكن المستفيد ممكن يكون عليه الاثر المادي. والله المفروض انه مستشفياتنا كلها ينظرون في امرها مو بس الطب الرياضي، لان احنا واقعنا الصحي منهار تقريبا. يعني احكي لي بازمه كورونا صارت عندكم مساهمات انه عالجتوا اشياء؟ لا احنا يعني كان دور شفت انت الرياضيين عانوا ما عانوا. نعم يعني عندنا الله يرحمه علي هادي، الله يرحمه كابتن احمد راضي، وكثير من الرياضيين يعني هذا الوباء يعني خلص قضى عليهم. ما قدمتوا فد؟ احنا كوزاره الشباب والرياضه بالعموم قدمنا بعض الواجبات اللي اشارت علينا بها قرارات خليه الازمه، اللي هي التباعد، اللي هي الحمايه، الوقايه الشخصيه. السيد الوزير وجه ان تكون القاعات الرياضيه هي مستشفى عزل مع بالتعاون مع دار صحه الرصافه والعمل جاري عليها. تقديم الخدمه الطبيه بالعكس قل، لان احنا مركز تخصصي فحصرنا العدد فقط على الرياضيين في ايام الدوام. والخدمه الفعليه لكورونا كانت مناطه للمسؤوليه لوزاره الصحه ومؤسساتها حقيقة، حتى شاركنا أيضا بتوجيه من السيد الوزير أنه فحص الرياضيين قبل بدء المشاركة، وأصور قاعة الشعب لمدة 5 أيام أنه كان فحص الرياضيين، يعني قصدي أخذ عينة تلفحص لكورونا، وأيضا طلعت بها عندنا أعداد من الرياضيين كانوا مصابين، وكان هذا دورنا. زين أندية الدوري تشوف أنه أكو التزام، أكو فحص، نعم حقيقة هو هناك فجوة كبيرة. وزارة الشباب والرياضة رسمت سياسة كاملة، كانت لجنة برئاسة السيد المستشار لشؤون الرياضة رسمنا سياسة الإجراءات الوقائية في حال عودة النشاط الرياضي. فأكيدا وزارة الشباب والرياضة تراقب هذه الواجبة، تراقب هذه الإجراءات، لكن توفير الإجراءات مسؤولية المؤسسة الرياضية. يعني طريقة فتح القاعة، طريقة الحركة داخل القاعة، مشاركة عدد اللاعبين بالتدريب أو بالنشاط الرياضي. فكانت عندنا خطة تكون هناك في البداية المؤسسات الرياضية اللي ما بها تلامس، وبعدين اللي تلامس جزئي والتلامس الكلي يتقسم للألعاب الرياضية حتى نبدأ بها. بدأت بعض الألعاب الرياضية بس واقعا يعني لا توجد اجراءات وقائيه في كثير من النشاطات الرياضيه اللي عادت. زين دكتور، يعني كثير من الامور اللي تحدث بالساحه الرياضيه بما فيها بسبب هاي جائحه كورونا، يعني شفت ان قوه رجع الدوري، يعني احنا هسه رجعنا، منع الجمهور من الدخول الى الملاعب، عدم نقل المباريات على القناة الرسمية، القناة الناقلة اللي هي قناة العراقية الرياضية مثل كل موسم وكل دوري، أدى إلى دفع الجمهور إلى أنه الجمهور بدأ يهدد أنه يدخل الملاعب العراقية عنوة إلى المدرجات. فبرأيك أكو إمكانية معينة عندكم فد رؤية معينة ممكن تساهمون بطرحها على اللجنة التطبيعية وتساهم في دخول جزء من الجماهير، مثل على غرار الأندية الإنجليزية اللي شفناها شلون دخلت جزء من المشجعين إلى الملاعب العراقية؟ نعم أستاذ محمد، حياة الإنسان أهم من كل شيء، هذا مؤثر. فقرارات خلية الأزمة هي واجبة التنفيذ، لأن صادرة من جهات عليا ذات خبرة ورؤية في كيفية إدارة الملف الطبي بهذه الجائحة.
فعلينا الالتزام. لحد هذه اللحظة رجعت موجات إصابات كثيرة في البلدان حتى المتطورة منها، ورجعت بعض الإجراءات الصارمة بالتباعد والعزل وغيرها. فيعني ما نقدر نراهن كرؤية شخصية طبية، ما نقدر نراهن على حياة الناس بعودة النشاط الرياضي بالشكل اللي يسمح للجمهور بالدخول أو غيره. دكتور مثل ما تعرف الجمهور يقول يعني أنتم تعال أقول لك مانعين من دخول الملاعب، وروح شوف المولات، زيارات الأربعينية، التظاهرات المليونية، ليش اشمعنا احنا خلونا نظمونا في واقع معين نجي ندخل به إلى الملاعب، ملعب بكام ماشي 30,000 متفرج، خلي يشيل لفد 15,000 يشيل 10,000، انت برايك شنو هالموضوع؟ هو حقيقه كل واحد يشتغل حسب مسؤوليته بالالتزام بالقرارات وطريقه يعني اتخاذ الاجراءات. موضوع على فرض ثلث العدد او نص العدد او 10% من العدد المشاركين بالقضيه الرياضيه، هذا على مستوى الفرض ممكن، لكن مستوى التطبيق في اكثر الاحيان يعني صعب جدا. يعني هي هاي المشكلة، انه انت ما تقدر تضبط ايقاع المجاميع اللي تجي، فصعب شوية الموضوع. انا يعني ايدك بهالجانب هذا. دكتور وصلنا هسه الى فقرتنا الاولى اللي هي فقرة سؤال العرب. سؤال العرب يقول: ماذا لو كان دكتور حيدر وزير شباب ورياضة او وزيرا للصحة؟ ايش راح يسوي للطب الرياضي؟ لكن اجابة هذا السؤال بعد الفاصل. احبة المشاهدين انتظرونا واجابة هذا السؤال لكن بعد الفاصل. أحبتي المشاهدين عدنا معكم بعد الفاصل. وسؤال العراب دكتور، سؤال العراب: ماذا لو كان دكتور حيدر وزيرا للشباب والرياضة أو وزيرا للصحة؟ شنو أول خطوة راح تقدمها للطب الرياضي؟ طبعا هو بالنتيجة سؤال افتراضي يعني. نعم، على سبيل الفرض أكيدا وزير الشباب والرياضة مو اختصاصي، أنا رجل طبيب، فأكيد الأولى بي أنه يكون من المختصين في الشأن الرياضي. هو هسه احنا فرضنا على سبيل الفرض الحجر الأساس هو إعادة برؤية شاملة كل القوانين وعمل عليها بشكل جاد وجهد استثنائي لبناء قاعدة قانونية وتنظيمية للحركة الرياضية، وكذلك قانون وزارة الشباب الرياضي. وزير للصحة؟ وزير الصحة ما تأمن لي، تحدياتك ليش كبيرة؟ لا أنا خصصت لك الموضوع. نعم. أنه إذا أنت كنت وزير شباب ورياضة أو كنت وزير صحة، شو تسوي للطب الرياضي؟ للطب الرياضي أكيد هو حالة الملف إلى وزارة الصحة كخطوة أولى، وعادة العنوان الطب الرياضي وضعه في كل مؤسسة طبية فيها اختصاص للعلاج الطبيعي، حتى ياخذ انتشار هذا الملف لتحفيز الأطباء للحصول على منافسة في الحصول على تخصص بالطب الرياضي. الأطباء يعني اللي ما عنده شهادة، وبنفس الوقت أنه أحصل على خدمة طبية في كل مؤسساتنا العراقية للرياض. هو إذا كنت وزير شباب العفو وزير صحة، هو العمل عليه هو أنه أركز أنه يكون الشغل باتجاه وضع هذا العنوان في المؤسسات الطبية التي تمتلك علاج طبيعي، يكون عنوان الطب الرياضي موجود. زين دكتور، هسه احنا حكينا هواية، اريد نوقف على فد مسألة معينة. الدعم المادي لكم شلون؟ طبعا احنا دائرة عامة، اكيد مرهونة تخصيصاتنا المالية بتخصيصات وزارة الشباب والرياضة، والسنوات الأخيرة من 2014 إلى يعني إلى هذا الوقت يعني متواضعة جدا التخصيصات المالية. تحدياتنا كبيرة بالملف وتحتاج أكيد إلى مبالغ. المؤمل إن شاء الله إذا بقى الملف في وزارة الشباب والرياضة، أملنا بإكمال المستشفى حتى نقدر نكمل يعني تقديم الخدمة، ممكن يكون بشكل أفضل، لكن تحديات تبقى كبيرة إذا بقى في وزارة. كم تخصيصاتكم المالية سنويا؟ برأيك يعني التخصيصات المالية بأبواب الصرف حسب الاحتياج، مرهونة بوضعنا الحالي بملاكاتنا، بمعنى أنه ممكن أوصل إلى 30 إلى 40 مليون دينار تخصيصات الأدوية.
سنوات ممكن أوصل 25 مليون حسب احتياج الأدوية. يعني هذه في فترة كورونا أكيد تقل التخصصات بالنسبة للأدوية لأن قلت المراجعين والوضع العام يعني أيضا مرهون الأدوية بالفحص حان حال وزارة الصحة. يعني هسه التخصيصات المالية اللي تعطيك إياها الوزارة وزارة الشباب والرياضة بس للأدوية تصرفها على أدوية أم أكو تخصيصات أخرى؟ أكو تخصيصات متواضعة أخرى للمستلزمات الطبية، للمستلزمات المختبرية، للأشعة، لصيانة البنى التحتية في الدائرة. هذا مرهون بما متوفر في الوزارة من هذه التخصيصات والحاجة يعني بالدائرة لهذه التخصيصات. احنا بنجينا شفنا شوية أكو يعني أكو أعمال صيانة، أكو أعمال صيانة أي في بعض المرافق الصحية بس فقيرة المساعدة. يعني على مستوى غرفة والله المدير العام بها مشاكل يعني لا تمام. هي يعني تحدثنا أنا وياك قبل البرنامج أنه البناية هي أصلا بناية من السبعينات وتم تأهيلها بال2012 وهذا التأهيل ما انطها شيء من الحداثة باعتبار هي قديمة وتوزيع الفضاءات ما يلائم العمل الطبي. يعني الغرف المتداخلة بشكل ما تعطيك الحداثة بالعمل الطبي الحالي فتشوفنا نعاني احتياجنا للتخصصات بصيانة البنى التحتية بالقدر اللي يمشي الشغل. زين دكتور يعني احنا نشوف يعني هسه هذا اهم جانب ايضا ممكن انه يعود لكم بمردودات مادية حلوة. يعني نشوف احنا اللاعب العراقي من ينصاب يعني راسا ما يفكر بالعراق اصلا، يركب طيارته يروح تركيا يروح القطر يروح لبنان يتعالج إذا أصاب بالرباط الصليبي إلى آخره يتعالج هناك. يعني هل العراق هو عاجز عن معالجة هذه الإصابات؟ لا أكيد أستاذ محمد، الخدمة الطبية بها مستويات ترتفع عموديا حسب نوع الخدمة. الخدمات الطبية تبدي بخدمات تحفظية بمعنى غير جراحية و ترتفع عموديا بنوع الخدمة من عمليات جراحية من عمليات بالناظور من عمليات دقيقة. فهذه أكيدا متوفرة في مؤسساتنا الصحية في العراق في مؤسساتنا وزارة الصحة. لكن في دائرة طب الرياض احنا فقط نمتلك العلاج التحفظي بمعنى العلاج الطبيعي اللي هو يعني خلينا نقول بين قوسين اللي ما نستخدم به الحاله الجراحيه فقط. لا هسه انا سؤالي ما كان على المركز نفسه، لا. انا سالتك يعني بصوره عامه موجود كل لا لا, يعني لا 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 ابدا تماما التخصصات موجوده. شنو هسه هذا؟ ليش يعني من برا؟ يعني في اكثر الاحيان احنا نعاني في تقديم الخدمه الطبيه، طريقه تقديم الخدمه الطبيه. في الخارج اقل عمليه ممكن 10,000 دولار فما فوق. ينطونا خدمة بمعنى تمريضية وفندقية بالظاهر بشكل راقي جدا، لكن الحالة العلمية الطبية هي حال ما موجود من عمل طبي في العراق. ما هو علاج علاج المريض يجوز ما اعرف انا ممكن 40% نفسي. اي نعم احنا نقول مرات مطربة الحي لا تطرب مثل ما لا مو انت تقيسها من هالجانب هذا وحقك يجوز هيك لانه اكو كثير امور ما انصفتك بهذا المكان، لكنه المريض يقيسها غير شكل. مو انا قلت لك انا لو مريض تتخيرني تعالج داخل مستشفيات العراق لو خارج اقول لك لا انا اروح للخارج. اول شيء راح انا اشوف الوجه الباسم اللي يضحك، ثاني شيء هي هاي الخدمه الفندقيه اللي انت حكيت عليها ايضا، فانا اتعالج نفسيا وبعدين اتعالج بشكل يعني جسديا. هيك العلاج هو اغلبه احنا اللي نعرفه هو نفسيا يعني. فحق انه من يقول لك انا ما اروح للمستشفى لانه المضمد يصيح علي، ما القى سرير انام عليه، ممكن ينسون مشرطه بداخل جسدي اذا يفتحون جسدي. يعني هاي الاشياء هي ما اجت من فراغ، شفنا حالات متكرره صارت، ولهذا الانسان ما عنده يشتغل ليل ونهار ويلم اموال طائله حتى تالي بعدين من يتمرض يقصر على نفسه، لا يقول لك انا اروح اصرف فلوس برا بس المهم انه انا اتعالج. فهي هاي القضايا ايضا هاي مرهونه هي بالواقع الصحي اللي موجود، يحتاج اعاده ثقه الواقع الصحي للمواطن العراقي من خلال هم يجتهدون اكثر بالجانب هذا. فانا يمكن مو معك بهذا الموضوع انه انت تقول مطربه الحي لا تطرب، يعني ممكن بغير جوانب انا اقول لك اي، اما بهالجانب هذا لا اكيد. يعني انا مو متحدث وان شاء الله لا باس ان اكون متحدث باسم وزاره الشباب والرياضه وزاره الصحه. موضوع الخدمه الطبيه هي تقديم الخدمه الطبيه كنتاجات لحياه انسان بمفردات حياتيه اخرى، بمعنى انه الحياه بكاملها اي اساءه بظرف معين مخرجاتها الصحيه تعالجها وزاره الصحه.
إذا أخذنا إجراءات وقائية بالجانب توفير البنية التحتية والحياة الهادئة للمواطن، أكيد تعود على صحته فتقل المخرجات الصحية المأساوية اللي تتابعها وزارة الصحة. وزارة الصحة تتحمل، أو مؤسسات صحية بالعموم تتحمل عبء كبير لمخرجات لحياة إنسان عراقي، أتعبت الحروب، أتعبت الظروف، عدم وجود بنية تحتية، فأكيد تكون الخدمة ممكن كمية لكن النوعية ممكن تكون غير منظورة. لذلك بعضهم اللي يمتلك شيء من المادة يقول لك أنا أروح بتركيا أو غير تركيا، نفس العلاج أتفق وياك نفس حالة العلاج هي، لكن الرؤية وطريقة تقديم الخدمة ممكن تختلف. هذا مرهون بواقعنا العراق بتحديات. زين دكتور، برأيك أنت يعني عايش بالواقع ومتورج على كل شيء، إيش وقت راح نشوف مستشفى لائق بالطب الرياضي على غرار مستشفى سيبيتار في قطر أو في دول أخرى برأيك؟ والله إذا صدقت النوايا المسؤول بهذا الموضوع أكيد نحصل على شيء، يعني صدقت النوايا إن شاء الله. نأمل أنه القائمين على هذا الملف أنه عندهم النية الصادقة بالحصول على هذا المنشأ، اللي أنا أحد الأشخاص اللي يتأمل يكون مثل ما موجود في الدول المجاورة. وحقيقة أكو في المفردات الخدمة الطبية أستاذ محمد مثل ما قلت أنه الواجهة للمؤسسة الطبية من بنى تحتية من طريقة تعامل، هذا نتأمل أنه على المستقبل يعني. طيب دكتور، خليني أجي الفد موضوع مهم جدا لطالما شغل الواقع الرياضي، موضوع المنشطات. اليوم أنت مثل ما تعرف كل الدول والقارات وأيضا الفيفا كلها تحارب المنشطات، احنا شلون نشوف طريقة محاربتنا للمنشطات داخل العراق؟ طبعا هو من جزاك الله خير، من الملفات المهمة جدا للرياضة وتحدياتها بالواقع الرياضة العراقية. القانون أو اتفاقية مكافحة المنشطات اللي أقرتها اليونسكو ووقع عليه العراق، وكان تسلسل العراق 173 ب 2013 أصبح رسميا العراق موقع على هذه الاتفاقية. اتفاقية اليونسكو قبالها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، هي مؤسسة غير حكومية مقرها كندا، أخذت على عاتقها وضع لائحة دولية لمكافحة المنشطات فقط في الرياضة. فعندنا كوزارة الشباب الرياضة وكجهة حكومية بالتعاون مع الوزارات الأخرى عندنا وجهين. الوجه الأول أنه يجب علينا أن ننفذ ملزمين نفذ فقرات أو بنود الاتفاقية لحماية مجتمعنا من المنشطات بالمتاجرة، بالتصنيع، بالحيازة، بفحص المواد، هاي كلها مسؤولية الحكومة. بالجانب الثاني الجانب الرياضي اللي احنا مسؤولين عنه بالكامل حاليا المؤسسات الرياضية ووزارة الشباب الرياض، اللي هو اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات. بالعالم تقسم العالم إلى ما يسمى بالمنظمات المناطقية اللي احنا بغرب آسيا ويا سوريا والأردن وفلسطين ولبنان والعراق. أنا أمثل العراق بهذه المنظمة. نرجع إلى مكتب آسيا اللي هو مقر اليابان، وبالتالي مكاتب القارات ترجع إلى الوكالة الدولية. الكل يعمل بمنظومة وتحت لائحة دولية لمكافحة المنشطات. هذه اللائحة تلزمك بإجراءات فحص ورقابة وتوعية بمعايير دولية، لكل مفردة من مفردات مكافحة المنشطات لها معيار دولي، بمعنى طريقة الفحص هناك معيار دولي لطريقة الفحص واخذ العينة، للمختبر المجاز هناك معيار، للتوعية معيار، لإدارة النتائج وللاستثناء العلاجي. هذه كلها مفردات وبنود الاتفاقية الدولية. زين احنا المعايير اللي انت حكيتها نعم تمام. يعني احنا نجحنا لحد 2013 انه دفعنا علينا من مساهمات دولية اللي هي هسه حاليا وصلت بحدود 18000 دولار، بدت ب 7000 دولار سنويا، تزيد نسبة المساهمة لكل الدول مقارنة بمثلا بعض الدول 70000 دولار 80000 دولار. هاي مساهمة الدول، مساهمة العراق للوكالة الدولية لهذا الملف. زين شنو وظيفة الوكالة الدولية؟ انا اعطيها فلوس شو اسوي؟ الوكالة الدولية تدعم هذه البرامج، تكمل لك يعني مجرد انه هي وظيفتها توعوية. يعني احنا من الدول الاقل مساهمة
يعني بحسابات معادله من الامم المتحده بنسبه الدخل الفرد، ويعني فد معادله حسابيه اخرجت نسبه، هاي النسبه بحدود 1% توزع ال 1% على الدول كافه بالعالم، كل شخص له فد نسبه من المساهمات. هسه احنا جينا كملنا اجراءنا المساهمات، كملنا توقيعنا على الاتفاقيه، فعلينا ان ننزل باجراءات فعليه. الاجراءات الفعليه انه يجب على اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه ان تسعى لانشاء منظمه وطنيه مستقله في تنفيذ هذه البرامج. هذه المنظمه زين هسه هاي بس خلي ادخلك هنا، هاي البرامج اللي انت تكلمت عليها هاي احنا ما نقدر ننفذها الا نسوي شو اسمه منظمه؟ لا لا احنا حاليا وعلى ارض الواقع احنا منفذيها. يعني اني لدي عندي مجموعه من الموظفين بامر وزاري، يعني بعضهم من الاتحاد الطبي الرياضي التابع للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وهم أيضا هم موظفين في وزارة الشباب والرياضة لكنهم تابعين للجنة الأولمبية أيضا من جهة ثانية. نعمل على ملفات وإجراءات هذا العمل، لكن المنظومة العالمية تريد بقوانينها أنه المنظمة الوطنية الرياضية في البلد هي تمسك الملف باعتبار هي الراعية لهذا الملف. وشو يمنعكم من تمسكون الملف؟ اللجنة الأولمبية يعني استجابتها للسنوات السابقة. لا حس أنت كلجنة. إحنا ماشيين كلجنة. كلجنة ماشي. كلجنة ماشي، وأنا عندي وثيقة تثبت إنه أنا أمثل الأولمبية وأمثل وزارة الجهة الحكومية. أنا قلت لك توافر. لكن هذا على مستوى شخص، على مستوى الهيكل التنظيمي حتى يعمل على هذا القانون وهذا المجال اللي هو واسع جدا. مع الرياضة يجب أن نمتلك هيكل تنظيمي، هيكل تنظيمي يشترطون ما يكون حكومي، كم منظمة مستقلة بالعالم كله وأكثر العالم هو منظمة تكون تحت مظلة الأولمبية بإشراف الجهة الحكومية في نظام داخلي خاص يختلف عن الاتحادات. برأيك هسه أنا أنت من قاعد تسولف لي أنا شفت أنه هذا الكلام مالتك لو تطبق يعني ممكن انه انا راح اجيب حلقه زائده واخليها بهالجانب هذا، ما هي اللجنه العراقيه لمكافحه المنشطات اللي حضرتك رئيسها بامر وزاري مشكله واعتراف دولي من قبل؟ لا ماكو اعتراف. ماكو اعتراف؟ لا ماكو. القانون يحدد على انه اللجنه الاولمبيه الوطنيه اذا هي تمسك الملف، اذا هي ما تقدر تؤدي الواجبات عليها تفوضها الى طرف ثالث. فاني كانه هسه اني كانما مفوضتني بالظاهر اللجنه الوطنيه الاولمبيه الوطنيه العراقيه باستمرار الملف باعتبار انه انا امثلها كشخص كشخص لكن كمنظومه ما الشيء الثاني احنا شنو السبب اللي ما خلوهم يعني يخلوك انت ك تشكل لازم اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه تسعى لتاسيس من خلال نظام داخلي يدرس وياخذ اجراءات القانونيه حتى يكون هذا لها فالتمثيل خاص وله خصوصيه بالعمل يختلف تماما عن العمل الرياضي. طيب هسه نعم. انت كرئيس لجنه نعم شلون تشوف يعني بعد اللاعب العراقي يتوجه يروح للمنشطات بالوقت الحالي ام تشوف انه حالات نادره؟ انت برايك شنو؟ يعني احنا اللاعب العراقي اولا هناك تقصير واضح جدا جدا من المؤسسات الرياضيه الراعيه للعبات بان هذا الملف يعطونه كامل الجديه. نفتقر حاله الوعي وادراك اللاعب بهذا المساله، يعني كانه الاتحادات لا أبالي بهذا الملف، وأعتقد أكل أحد الاتحادات في أحد اللعبات ثلاث لاعبين في وقت واحد تعاطوا المنشطات أو أثبت عليهم تعاطوا المنشطات تمام، ويعني ممكن يكون على المستقبل القريب ممكن هناك عقوبات على الاتحاد وعلى الرياضي. هم بسبب هذول اللاعبين لاعبين القوى الجوية هم أيضا يمكن لاعبي القوى الجوية اثنين أحدهم حصل على تخفيض لإثبات أنه هذه المادة كانت ضمن مكمل غذائي. أستاذ محمد ملف المنشطات ما يتحرك بشكل كيفي. نعم زين أكو يعني جهل أم تحايل بهذا الموضوع من قبل الرياضيين؟ والله الاثنين يعني اثنين استاذ محمد تعاطي المنشطات ليس معناه انه الانسان اذا نقول انتهك قواعد مكافحه المنشطات انه هو وجدنا في عينته ماده منشطه. التحايل يعتبر تعاطي. لا
التجارة تعتبر تعاطي، نصحك للرياض الآخر يعتبر تعاطي، رفضك للفحص يعتبر تعاطي. 10 انتهاكات موجودة بالقانون على الرياضي أنه يبتعد عنهن لأن ممكن يعتبروا متعاطي. يعني إحدى اللاعبات إحدى الفرق جاءنا ناخذ معها عينة للفحص رفضت، فعقبت 4 سنوات حرمان. هذا القانون قانون مو جزائي ولا جرمي. لعبت شنو؟ هسه ما أقدر أذكرها لسبب لسبب انه بعض اللاعبين من خصوصية القانون انه يجب ان تحترم حقوق الرياض. حقوق الرياض عندنا توقيتات قانونية للإعلان عن الرياض. يعني هسه حاليا اذا تدخل على موقع وزارة الشباب والرياضة دائرة الطب الرياض تلقى قائمة باسماء المتعاطين والمنشطات نعلن عنهم ورا 21 يوم من اكتساب الدرجة القطعية لحكمهم. إذا تعتقد هذا اللي صار ويا دان حسين ويا رند اللي صار المرشح اللجنة الأولمبية ويعني ثاروا هاي الموضوع بيوم الانتخابات أو قبل الانتخابات وأقصوها من الانتخابات؟ لا لا هي يعني هل هذا الموضوع أصبح للتسقيط أم والتشهير؟ والله والله بجنب الكبرى هي للتسقيط، لأن من حقوق الرياضي أن تنحفظ أولياته ووثاقه بدون أن يعلن عنها إلى أن يتم البت في قضيته. اللاعبة يعني شهر بيها بطريقة وأخذت يعني فد رؤية غير طيبة عليها من خلال هذا الملف، وهو حقها أنه الموضوع بعد ما كامل. زين هي بالنتيجة نتيجتها طلعت هي متعاطية منشطات؟ يعني ما أثبت عليها لحد هسه. ما أثبت القضية بعد هي مفتوحة قيد الدراسة. أستاذ محمد بعد أخذ العينة يعطى إشعار إلى الرياضة أنه أنت منتهك لقوانين قطع النشاطات، فإلك الحق بلجنة استماع ولجنة إدارة النتائج. بعد ما يكمل وثائق نبعثها هذه الوثائق إلى اللجنة المختصة بإدارة النتائج تدرسها بالكامل توقع العقوبة. هذه العقوبة إلى حق الطعن بها. هاي العملية اللي حكيتها خلال سقط كم يوم؟ ما تختلف من قضية القضية حتى بالدراسة. يعني بعض القضايا صار لها ممكن 6 أشهر ما محلولة. 6 أشهر؟ أي من حقه. وبعض لا خلال أسابيع قليلة يصدر الحكم. يعني هذا اللاعب راح يدمر نفسيا قبل لا يجي ال بالقانون. أي لا هم حاليها بالقانون. بالقانون يقول لك إنه أنت تريد من هسه توقف عن الرياضة توقع لنا وثيقة. تريد تستمر بالرياضة توقع لنا وثيقة. إذا وقعت استمارة الإيقاف مستقبلا لو وقعت عليك العقوبة راح تخصم هذه فترة الإيقاف من فترة العقوبة. جيد. التعاطي المنشطات وخاصة إيجاد مادة في عينة الرياضي في أكثر الأحيان بل 99.9% هو يأخذ عقوبة زمنية. نرجع ونقول القانون المنشطات هو قانون غير جزائي غير جرمي، يعني ما لنا علاقة بالمحاكم وغيرها، هو قانون خاص بالرياضة يحرم الرياضي من ممارسة الرياضة ويحرم أيضا من الامتيازات اللي أخذها. طيب دكتور أنا عندي سؤال على الجانب هذا، تعاطي المنشطات هل يؤثر سلبا على الرياضي مستقبلا؟ يعني هسه أنا اليوم فد لاعب معين تعاطى المنشطات وقدم أداء، هسه بعد أنا شفته عرفته ما شفته مشت الأمور مالته، مستقبلا هاي المنشطات راح تأثر عليه على صحته؟ لو على صحته أي طبعا على صحته. تعريف المنشطات بالقانون الدولي هو كل مادة يستخدمها الرياضي تأثر بقابليات البدنية مما يؤثر على صحته وتنافسية اللعبة يعتبر منشط. يعني مثلا بعض الرياضات اللي تريد تمتلك بها جسم ياخذ هرمونات ذكوريه وبعض تعتبر نشط، وبعض الرياضات اللي يحتاج مثلا بها الهدوء ياخذ عذرا بعض المواد المهدئه ما اريد اقول اسماء. بل تستغرب انه بعض ادويه القلب هي منشطه، البخاخ للربو يعتبر منشط عندنا بالرياضه. اي فهي مجموعه مواد وطرق تحضر على اللاعب لها تأثر بقابلياته الصحية، تأثر على قابلياته البدنية، أثر على صحته وعلى تنافسية اللعبة تعتبر منشط. طيب هسه احنا الوقت داركنا ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة فقرة التوقيع الأخير. التوقيع الأخير يقول ماذا لو كان دكتور حيدر الرحيم آخر يوم إله اليوم بالمنصب؟ يقولوا يا باكر راح تطلع من هذا المنصب، هسه بعد تطلع تروح المكان احسن،
تروح تقعد بالبيت، شنو القرار اللي صار لك؟ انت صار لك 10 سنوات بهذا المكان على ما اعتقد من 2011. نعم. شنو القرار اللي تتمنى تتخذه يخدم الطب الرياضي وما تقدر تتخذه باسباب انه اكو معوقات كقانون كضوابط الى اخره، هاي التفاصيل الاداريه، شنو برايك القانون الصحيح اللي ممكن، او القرار العفو القرار الصحيح اللي ممكن تتخذه يخدم هذه الدائره؟ كتابه لو اكتب لنا اياه واحكي لنا اياه حتى بنفس الوقت المشاهد ايضا يسمعك. شنو حاله الملف الطب الرياضي، حاله ملف الطب الرياضي الى هاي ما عرفت اقراها. كخدمه طبيه، كخدمه طبيه الى وزاره الصحه، عفوا منظور حكومي، يعني لو كانت الخدمة الطب الرياضي كمؤسسة حكومية أو كملف يرجع إلى وزارة الصحة. الصحة. وثانيا الإسراع في تأسيس منظمة وطنية لمكافحة المنشطات في الرياض من أجل رياضة راقية صادقة يعتز بها العراقيين. هذا الموضوع حصرا باللجنة الأولمبية؟ هذا شراكة وزارة الشباب الرياضة مع اللجنة الأولمبية في تأسيس هذا. الأولمبية ملتهي بالمشاكل اللي أتاسها من فارق هذا. الله يوفقك دكتور. الله يحفظك. احنا ان شاء الله كنا يعني خفيفين الظل عليك. الله يحفظكم ان شاء الله. اليوم اجاباتك كانت جيده، ونامل ان نوصل شيء للشارع الشباب والرياضي ان شاء الله في الطب الرياضي. نتمنى وان شاء الله جادين بما نستطيع ان نخدم رياضينا بملف الطب الرياضي. احنا نشكرك جدا. الله يحفظكم ان شاء الله. وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج العراب. احبتي المشاهدين، شفتون الحلقه كامله اليوم، حلقه العراب، ان شاء الله نالت استحسانكم، وشكرنا الكامل للدكتور حيدر على الاجابه هاي الصريحه والواسعه. نامل انه بقادم الايام تحقق كل المناء اللي موجوده في الدور في بالك يا رب، وتنقذ هذه المؤسسة من وتنتشلها من هذا الواقع اللي هي موجودة إن شاء الله بعونه تعالى. نشكرك مرة أخرى. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في حلقات أخرى. نترككم في أمان الله وحفظه. في أمان الله.